السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم واحد الحريشه كتجي ساهله ماهله، وكتجي زوينه للكوتي، الفطور، الدراري، لكل شيء. المهم غندوزو للمقادير. عندنا 500 غرام ديال السميده رقيقه، يعني نص كيلو. عندنا سترو ديال الحليب، عندنا 3 المعالق ديال السنيده، عندنا نص كاس ديال الزيت، عندنا صاشي ديال الخميره وشويه الملح. هادو هما المقادير ديالها. غندوزو للطريقه. غناخدو السميده نزيدو عليها الزيت، نبسبسوها، نبسبس مزيان. ممكن تدخل في هذاك الزيت، اتمنى انكم تجربوها، كتجي زوين. مفعله لا والو، كطيب في الفران، خلطيها وديريها في المقله وحطها في الفران. دابا غنزيدو السنيده، نزيدو المليحه، نزيدو الخميره، نخلطهم. صافي، ملي يدخلوا كلشي العناصر، دابا غنديروا الحليب. نخلطوها مزيان، دابا خلطناها، غنحوها في المقلة الثقيل اللي غنكونو دهناها بالزبدة ورشيناها بالسميدة رقيقة. دابا خويناها في الفران، مغنكونوش نخشيوها اللاطة، نشعلو الفران. هيا بعد ما سرحناها صافي، دابا غنخشيو الفران بارد. هيا الحرشه بعد ما خرجت من الفران، هيا كي جات، هيا كتجي زوينه مع شي كوبس ديال اتاي. كنتمنى تجربوها وما تنساوناش، والصحه والراحه وشكرا.